بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الحمد لله رب العالمين، أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا وأمرنا بالتمسك به إلى الممات. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وتلك وصية إبراهيم ويعقوب لبنيه، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: أصحاب الفضيلة العلماء، أيها الإخوة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الله خلق الجن والإنس لعبادته، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وفي ذلك شرفهم وعزهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة، لأنهم بحاجة إلى ربهم لا غنى لهم عنه طرفة عين، وهو غني عنهم وعن عبادتهم، كما قال تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم. قال تعالى: وقال موسى: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله غني حميد. والعبادة حق لله على خلقه، وفائدتها تعود إليهم، فمن أبى أن يعبد الله فهو مستكبر، ومن عبد الله وعبد معه غيره فهو مشرك، ومن عبد الله وحده بغير ما شرع فهو مبتدع، ومن عبد الله وحده بما شرع فهو المؤمن الموحد. ولما كان العباد لا يمكنهم أن يعرفوا بأنفسهم حقيقة العبادة التي ترضي الله سبحانه وتوافق دينه، لم يكلهم إلى أنفسهم، بل أرسل إليهم الرسل وأنزل الكتب لبيان حقيقة تلك العبادة، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فمن حاد عما بينته الرسل ونزلت به الكتب من عبادة الله، وعبد الله بما يملي عليه ذوقه وما تهواه نفسه وما زينته له شياطين الإنس والجن، فقد ضل عن سبيل الله، ولم تكن عبادته في الحقيقة عبادة لله، بل هي عبادة لهواه وعبادة للشيطان. من أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. وهذا الجنس كثير في البشر، وفي طليعتهم النصارى، ومن ضل من فرق هذه الأمة الصوفية الذين نحن بصدد الكلام عنهم في هذه العجالة، فإنهم اختطوا لأنفسهم خطة في العبادة مخالفة لما شرعه الله في كثير من شعاراتها، وهذا يتضح ببيان حقيقة العبادة التي شرعها الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وبيان ما عليه الصوفية اليوم من انحرافات عن حقيقة تلك العبادة. إن العبادة التي شرعها الله سبحانه وتعالى تنبني على أصول وعلى أسس ثابتة تتلخص فيما يلي: أولاً،
أنها توقيفية، بمعنى أنه لا مجال للرأي فيها، بل لا بد أن تكون بل لا بد أن يكون المشرع لها هو الله سبحانه وتعالى، والمبين لها رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى لنبيه: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. وقال تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وقال عن نبيه: إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. ثانيا، لا بد أن تكون العبادة خالصة لله تعالى من شوائب الشرك، كما قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فإن خالط العبادة شيء من الشرك أبطلها، كما قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ثالثا، لا بد أن يكون القدوة في العبادة والمبين لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا بد أن يكون القدوة في العبادة والمبين لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال: خذوا عني مناسككم، إلى غير ذلك من النصوص. رابعا، أن العبادة محددة بمواقيت ومقادير لا يجوز تعديها وتجاوزها، كالصلاة مثلا. قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وكالحج، قال تعالى: الحج أشهر معلومات. وكالصيام، قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، ومن شهد منكم الشهر فليصم. خامسا، لا بد أن تكون العبادة قائمة على محبة الله تعالى والذل له وخوفه ورجائه. قال تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وقال تعالى عن أنبيائه: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. فذكر سبحانه علامات محبة الله وثمراتها. أما علاماتها فاتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعة الله وطاعة رسوله، وأما ثمراتها فنيل محبة الله سبحانه للعبد ونيل مغفرة الذنوب والرحمة منه سبحانه وتعالى. سادسا، أن العبادة لا تسقط عن المكلف من بلوغه عاقلا إلى وفاته. قال تعالى: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. الصوفية وموقفهم من تحقيق أصول العبادة. لفظ التصوف والصوفية لم يكن معروفا في صدر الإسلام،
وإنما المعروف في صدر الإسلام اسم المؤمن والبر والتقي والفاجر والفاسق، وإنما لفظ التصوف والصوفية محدث بعد القرون المفضلة، وهو دخيل على الإسلام من أمم أخرى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: أما لفظ الصوفية فإنه لم يكن مشهورا في القرون الثلاثة، وإنما اشتهر التكلم به بعد ذلك، وقد نقل التكلم به عن غير واحد من الأئمة والشيوخ كالإمام أحمد بن حنبل وأبي سليمان الداراني وغيرهما. وقد روي عن سفيان الثوري أنه تكلم به، وبعضهم يذكر ذلك عن الحسن البصري، وتنازعوا في المعنى الذي أضيف إليه الصوفي، فإنه من أسماء النسب كالقرشي والمدني وأمثال ذلك، فقيل إنه نسبة إلى أهل الصفة، وهو غلط، لأنه لو كان كذلك لقيل صفي، وقيل نسبة إلى الصف المقدم بين يدي الله، وهو أيضا غلط، فإنه لو كان كذلك لقيل صفي، وقيل نسبة إلى الصفوة من خلق الله، وهو غلط، لأنه لو كان كذلك لقيل صفوي، وقيل نسبة إلى صوفة ابن بشر ابن ود بن طابخة، قبيلة من العرب كانوا يجاورون بمكة من الزمن القديم ينسب إليهم النساك، وهذا وإن كان موافقا للنسب من جهة اللفظ فإنه ضعيف أيضا، لأن هؤلاء غير مشهورين ولا معروفين عند أكثر النساك، ولأنه لو نسب النساك إلى هؤلاء لكان هذا النسب في زمن الصحابة والتابعين وتابعيهم أولى، ولأن غالب من تكلم باسم الصوفي لا يعرف هذه القبيلة ولا يرضى أن يكون مضافا إلى قبيلة في الجاهلية لا وجود لها في الإسلام. وقيل وهو المعروف إنه نسبة إلى الصوف، فإنه أول ما ظهر الصوفية في البصرة، وأول من بنى دويرة الصوفية بعض أصحاب عبد الواحد بن زيد، وعبد الواحد من أصحاب الحسن البصري، وكان في البصرة من المبالغة في الزهد والعبادة والقول ونحو ذلك ما لم يكن في سائر الأمصار. وقد روى أبو الشيخ الأصبهاني بإسناده عن محمد بن سيرين أنه بلغه أن قوما يفضلون لباس الصوف، فقال: إن قوما يتخيرون لباس الصوف، يقولون إنهم يتشبهون بالمسيح ابن مريم، وهدي نبينا أحب إلينا، وكان صلى الله عليه وسلم يلبس القطن وغيره أو كلاما من هذا. ثم يقول بعد ذلك: وهؤلاء نسبوا إلى اللبسة الظاهرة وهي لباس الصوف، فقيل في أحدهم صوفي وليس طريقهم مقيدا بلبس الصوف، ولهم أوجب ذلك ولا علقوا الأمر به، لكن أضيفوا إليه لكونه ظاهر الحال، إلى أن قال: فهذا أصل التصوف، ثم إنه بعد ذلك تشعب وتنوع. وكلامه رحمه الله يعطي أن التصوف نشأ في بلاد الإسلام على يد عباد البصرة نتيجة لمبالغتهم في الزهد والعبادة، ثم تطور بعد ذلك، والذي توصل إليه بعض الكتاب المعاصرين أن التصوف تسرب إلى بلاد المسلمين من الديانات الأخرى كالديانة الهندية والرهبانية النصرانية. وقد يستأنس لهذا بما نقله الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله عن ابن سيرين أنه قال: إن قوما يتخيرون لباس الصوف، يقولون إنهم يتشبهون بالمسيح ابن مريم، وهدي نبينا أحب إلينا. فهذا يعطي أن التصوف له علاقة بالديانة النصرانية. ويقول الدكتور صابر طعيمة في كتابه الصوفية معتقدا ومسلكا:
ويبدو أن لتأثير الرهبنة المسيحية التي كان فيها الرهبان يلبسون الصوف وهم في أديرتهم كثرة كثيرة من المنقطعين لهذه الممارسة على امتداد الأرض التي حررها الإسلام بالتوحيد، أعطى هو الآخر دورا في التأثر الذي بدا على سلوك الأوائل. وقال الشيخ إحسان إلهي ظهير رحمه الله: التصوف في كتابه التصوف المنشأ والمصادر، عندما نتعمق في تعاليم الصوفية الأوائل والأواخر وأقاويلهم المنقولة منهم والمأثورة في كتب الصوفية القديمة والحديثة، نرى بونا شاسعا بينها وبين تعاليم القرآن والسنة، وكذلك لا نرى جذورها وبذورها في سيرة سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام البررة، خيار خلق الله وصفوة الكون، بل بالعكس نراها مأخوذة مقتبسة من الرهبنة المسيحية والبرهمة الهندوكية وتنسك اليهودية وزهد البوذية. ويقول الشيخ عبد الرحمن الوكيل رحمه الله في مقدمة كتاب مصرع التصوف: إن التصوف أدنأ وألأم كيدا ابتدعه الشيطان ليسخر معه عباد الله في حربه لرسول الله وفي حربه لله ولرسوله، إنه قناع يتراءى بأنه رباني، بل قناع كل عدو صوفي للدين الحق. فتش فيه تجد برهمية وبوذية وزرادشتية ومانوية وديصانية، تجد أفلاطونية وغنوصية، تجد فيه يهودية ونصرانية ووثنية جاهلية. ومن خلال عرض آراء هؤلاء الكتاب المعاصرين في أصل الصوفية وغيرهم ممن لم نذكره كثيرون يرون هذا الرأي، يتبين أن الصوفية دخيلة على الإسلام. يظهر ذلك من ممارسات المنتسبين إليها تلك الممارسات الغريبة على الإسلام والبعيدة عن هديه. وإنما نعني بهذا المتأخرين من الصوفية حيث كثرت وعظمت شطحاته، أما المتقدمون منهم فكانوا على جانب من الاعتدال كالفضيل بن عياض والجنيد وإبراهيم بن أدهم وغيره. منهج الصوفية في العبادة والدين للصوفية خصوصا المتأخرين منهم منهج في الدين والعبادة يخالف في أكثره منهج السلف ويبتعد كثيرا عن الكتاب والسنة، فهم قد بنوا دينهم وعبادتهم على رسوم ورموز واصطلاحات اخترعوها تتلخص فيما يلي: أولا، قصرهم العبادة على المحبة، فهم يبنون عبادتهم لله على محبته تعالى، ويهملون الجوانب الأخرى كجانب الخوف والرجاء. حتى قال بعضهم: أنا لا أعبد الله طمعا في جنته ولا خوفا من ناره، وإنما أعبده لأنني أحبه، أو كما قالوا. ولا شك أن محبة الله تعالى هي الأساس الذي تبنى عليه العبادة، ولكن العبادة ليست مقصورة على المحبة كما يزعمون، بل لها جوانب وأنواع كثيرة كالخوف والرجاء والذل والخضوع والدعاء إلى غير ذلك. فهي كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: العبادة اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ويقول العلامة ابن القيم في نونيته: وعبادة الرحمن غاية حبه، مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان. ولهذا يقول بعض السلف: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجي، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. وقد وصف الله رسله
وأنبياءه بأنهم يدعون ربهم خوفا وطمعا، وأنهم يرجون رحمته ويخافون عذابه، وأنهم يدعونه رغبا ورهبا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولهذا قد وجد في نوع من المستأخرين من انبسط في دعوى المحبة حتى أخرجه ذلك إلى نوع من الرعونة والدعوة التي تنافي العبودية. وقال أيضا: وكثير من السالكين سلكوا في دعوى حب الله أنواعا من الجهل بالدين، إما من تعدي حدود الله، وإما من تضييع حقوق الله، وإما من ادعاء الدعاوى الباطلة التي لا حقيقة لها. وقال أيضا: والذين توسعوا من الشيوخ في سماع القصائد المتضمنة للحب والشوق واللوم والعدل والغرام كان هذا أصل مقصودهم، ولهذا أنزل الله آية المحبة محنة يمتحن بها المحب، فقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فلا يكون محبا لله إلا من يتبع رسوله، وطاعة الرسول ومتابعته لا تكون إلا بتحقيق العبودية. وكثير ممن يدعي المحبة يخرج عن شريعته وسنته صلى الله عليه وسلم، ويدعي من الخيالات ما لا يتسع هذا الموضع لذكره، حتى يظن أحدهم سقوط الأمر وتحليل الحرام له. وقال أيضا: وكثير من الضالين الذين اتبعوا أشياء مبتدعة من الزهد والعبادة على غير علم ولا نور من الكتاب والسنة، وقعوا فيما وقع فيه النصارى من دعوى المحبة لله مع مخالفة شريعته وترك المجاهدة في سبيله ونحو ذلك. فتبين بذلك أن الاقتصار على جانب المحبة لا يسمى عبادة، بل قد يؤول بصاحبه إلى الضلال والخروج من الدين. ثانيا: الصوفية في الغالب لا يرجعون في دينهم وعبادتهم إلى الكتاب والسنة والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يرجعون إلى أذواقهم وما يرسمه لهم شيوخهم من الطرق المبتدعة والأذكار والأوراد المبتدعة، وربما يستدلون بالحكايات والمنامات والأحاديث الموضوعة لتصحيح ما هم عليه بدلا من الاستدلال بالكتاب والسنة. هذا ما ينبني عليه دين الصوفية. ومن المعلوم أن العبادة لا تكون عبادة صحيحة إلا إذا كانت مبنية على ما جاء في الكتاب والسنة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ويتمسكون، يعني الصوفية، في الدين الذي يتقربون به إلى ربهم بنحو ما تمسك به النصارى من الكلام المتشابه والحكايات التي لا يعرف صدق قائلها، ولو صدق لم يكن معصوما، فيجعلون متبوعيهم وشيوخهم شارعين لهم دينا، كما جعل النصارى قسيسيهم ورهبانهم شارعين لهم دينا. انتهى. ولما كان هذا مصدرهم الذي يرجعون إليه في دينهم وعباداتهم وقد تركوا الرجوع إلى الكتاب والسنة، صاروا أحزابا متفرقين، كما قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فصراط الله واحد لا انقسام فيه ولا اختلاف عليه، وما عداه فهو سبل متفرقة تتفرق بمن سلكها وتبعده عن صراط الله المستقيم. وهذا ينطبق تماما على فرق الصوفية اليوم، فإن كل فرقة منهم لها طريقة خاصة تختلف عن طريقة الفرقة الأخرى، ولكل فرقة منهم شيخ يسمونه شيخ الطريقة يرسم لهم منهاجا يختلف عن منهاج الفرق الأخرى ويبتعد بهم عن صراط الله المستقيم. وهذا الشيخ الذي يسمونه شيخ الطريقة يكون له مطلق التصرف، وهم ينفذون ما يقول ولا يعترضون على شيء، لأنهم يعتبرونه معصوما
حتى قال المريد مع حتى قالوا إن المريد مع شيخه يكون كالميت مع غاسله. وقد يدعي بعض هؤلاء الشيوخ أنه يتلقى عن الله مباشرة ما يأمر به مريديه وأتباعه، وأنه ليس بحاجة إلى اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. ثالثا، من دين الصوفية التزام أذكار وأوراد يضعها لهم شيوخهم فيتقيدون بها ويتعبدون بتلاوتها ويلازمونها في الصباح والمساء، وربما فضلوا تلاوتها على تلاوة القرآن الكريم فيسمونها ذكرى خاصة، وأما الذكر الوارد في الكتاب والسنة فيسمونه ذكرى العامة. فقول لا إله إلا الله عندهم هو ذكر العامة، وأما ذكر الخاصة فهو الاسم المفرد الله الله، وذكر خاصة الخاصة عندهم هو بدل الله، يقول هو هو. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ومن زعم أن هذا، أي قول لا إله إلا الله، ومن زعم أن هذا أي قول لا إله إلا الله ذكر العامة، وأن ذكر الخاصة هو الاسم المفرد، وذكر خاصة الخاصة هو الضمير هو أي الاسم المضمر، فهو ضال مضل. واحتجاج بعضهم على ذلك بقوله قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون من أبين غلط هؤلاء، بل من تحريفهم للكلمة عن مواضعه، فإن الاسم الله في الآية الكريمة مذكور في الأمر بجواب الاستفهام في الآية قبله، وهو قوله من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس إلى قوله قل الله، أي الله هو الذي أنزل الكتاب الذي جاء به موسى. فالاسم الله مبتدأ خبره دل عليه الاستفهام كما في نظائر ذلك. تقول من جارك فتقول زيد، أي زيد جاري. وأما الاسم المفرد مظهرا أو مضمرا فليس بكلام تام ولا جملة مفيدة، ولا يتعلق به إيمان ولا كفر ولا أمر ولا نهي، ولم يذكر ذلك أحد من سلف الأمة، ولا شرع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعطي القلب بنفسه معرفة مفيدة ولا حالا نافعة، وإنما يعطيه تصورا مطلقا لا يحكم فيه بنفي ولا إثبات، إلى أن قال: وقد وقع بعض من واظب على هذا الذكر بالاسم المفرد أو به في فنون من الإلحاد وأنواع من الاتحاد. وما يذكر عن بعض الشيوخ من أنه قال أخاف أن أموت بين النفي والإثبات حال لا يقتدى فيها بصاحبها، فإن في ذلك من الغلط ما لا خفاء به، إذ لو مات العبد في هذه الحال لم يمت إلا على ما قصده ونواه، إذ الأعمال بالنيات. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتلقين الميت لا إله إلا الله، وقال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ولو كان ما ذكره محظورا لم يلقن الميت كلمة لا إله إلا الله، لأنه يخاف أن يموت في أثنائها موتا غير محمود على زعم هؤلاء، بل كان يلقن ما اختاره هؤلاء من ذكر الاسم المفرد. والذكر بالاسم المضمر أبعد عن السنة وأدخل في البدعة وأقرب إلى إضلال الشيطان، فإن من قال ياهو ياهو أو هو هو ونحو ذلك لم يكن الضمير عائدا إلا إلى ما يصوره قلب، والقلب قد يهتدي وقد يضل. قد صنف صاحب الخصوص يعني ابن عربي صنف كتابا سماه كتاب الهو، وزعم بعضهم أن قوله وما يعلم تأويله إلا الله معناه وما يعلم تأويل هذا الاسم الذي هو الهو، وهذا هو مما اتفق المسلمون بل العقلاء على أنه من أبين الباطل. فقد يظن هذا من يظنه من هؤلاء،
حتى قلت لبعض من قال شيئا من ذلك لو كان هذا كما قلته لكتبت الآية وما يعلم تأويله.